ومعنا هاتفيا الدكتور قاسم القصبي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. أهلا بكم دكتور قاسم، ونبارك لكم هذا التعيين وهذه الثقة الملكية. بداية، كيف تلقيتم الثقة الملكية وخبر تعيينكم رئيسا لمجلس الإدارة؟ شكرا، الله يبارك فيك. أود في البداية أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، والشكر موصول إلى سمو ولي عهد الأمير صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان حفظه الله على الثقة الملكية اللي أولاني إياها في رئاسة مجلس إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكنني وزملائي أعضاء المجلس من تحقيق ما تصبو له القيادة الكريمة والاستمرار وتطوير الخدمات التي يقدمها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، سواء في مقرها الرئيسي في الرياض أو في فرعه في جدة أو الفروع المستقبلية الأخرى. جميل دكتور قاسم، تفضل. وكما معروف طبعا بالنسبة للمستشفى التخصصي على مر السنوات ولله الحمد، وبفضل الدعم الكبير الذي توليه الدولة يده الله لهذا المركز العالمي، وبفضل جهود العاملين فيه ومتابعة مجلس الإدارة السابق مجالس الإدارة السابقة، حقق الحقيقة مكانة مرموقة عالميا في كثير من المجالات، وخاصة في الخدمات الطبية التخصصية مثل زراعة الأعضاء وعلاج الأمراض المستعصية وعلاج الأورام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تستمر هذه الخدمات وأن تتطور وأن تتحقق بإذن الله تطلعات ولاة الأمر يحفظهم الله وطموحات المواطنين للخدمات التي تقدمها المؤسسة سواء كان في الرياض أو في فروعها المختلفة. جميل دكتور، يعني الآن ما هي رؤيتكم القادمة دكتور قاسم تجاه هذه المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل وأيضا مركز الأبحاث؟ والله بإذن الله مع يعني التوجه إن شاء الله مع أعضاء المجلس الجدد، وفي خبرات عالمية موجودة في من ضمن أعضاء المجلس، هو تطوير الخدمات التي يقدمها المستشفى والمؤسسة بصورة عامة، وتطويرها بحيث أن يحظى بمكانة عالمية سواء كان في الخدمات الطبية بصورة عامة أو التخصصية والأبحاث بصفة خاصة، وأن يكون يعتمد على موارده على نفسه. فالمستشفى له خبرات كبيرة على مر السنوات، وفيه كفاءات وموارد وخاصة الموارد البشرية الحقيقة يمكن بإذن الله استغلالها والاستفادة منها وتطويرها إلى ما هو أفضل، والرقي بالخدمات التي يقدمها المستشفى إلى مستوى عالمي يليق فيه، وأن يكون بإذن الله مركز يخدم المواطنين أولاً والمنطقة بإذن الله كمركز مرجعي للخدمات الطبية التخصصية. جميل، شكرا لك دكتور قاسم القصبي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ونبارك لكم من جديد هذا التعيين.